السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير يا ربي. شوفوا هنا عندي البيض ديال الدجاج، نقيته غسلته وحطيته هنا، درت بصله، فلفله خضراء، فلفله حمراء، وشويه ديال الملح، طحنتهم. من بعد نديرهم في الصفايه يتصفاو باش يمشي منهم كاع داك الماء. عاد خديت هذاك الدجاج داك البيض، زدت عليه الثومه وطحنته مزيان. مني طحنتو درت عليه القشره ديال الحامضه، قزبر، معدنوس، وهذاك الشيء اللي صفينا ديك الفلفله والبصله ما بقاش فيها الماء. وعاد زدت عليهم بابريكا والبوافر، الفلفل الاسود والقزبر المطحون والملح، وهادو دي زيبيس ديال الكباب سبيسيال، شريتهم معلقه ديال الفرينه، وخلطت كل شيء ودرناه في الفريجيدير 6 ساعات. داك الماء اللي بقى ديال ديك الفلفله زدت عليه كيتشوب، بزار، فلفل اسود، ثومه، وزيت الزيتون والملح، وعصير ديال نص حامضه، وخليته الكوتي. وهنا شريت الطحينه اللي زدت عليها زيت الزيتون، زيت العود، وزدت عليها البزار، الفلفل الاسود، والثومه مطحونه، وسكينجبير، وخلطتها مزيان، وزدت عليها نص حامضه ومعلقه ديال الخل، ونخلط ونزيد عليها الماء كل مره باش نشوف داكشي كيما بغيت. شويه ديال الملح والياغورت ناتور، درت 2 معالق صغار ولا 3، ولا جاتكم قاصحه زيدوا فيها الماء على حساب كيما بغيتوا. من بعد 6 سوايع فاتوا، خدينا ديك العواد هادو، قدرتهم بيتهم في الماء باش ما يتحرقوش. من بعد خديت هذيك الكفته، وابخي كنديروا لها هكا باش تجي زعما مقجوجه، وشعلت العافيه على وعدي وسعدي، ولكن نص تحرق. ومن بعدها ما تشواو، جاو زوينين والله الا جاو زوينين. وانتوكا احنا عجبونا ونقيين. علاش النص تحرق؟ لان كتشعل دغيا العافيه، ما فهمتش مره اخرى ندير ديال الضو صافي. وشوفوا تيجيو ماشي ناشفين من داكشي ما شاء الله. المهم شريت هذاك الخبز التركي حتى هويا، ودهنته بديك لاصوص الحمراء، ودرت يسخن شويه فوق الجمر، ودرت فيه لاصالاد والطوماط، بغيتو ديروا بصله اللي عجبكم. ودرنا هذيك الطحينه وجمعناها هكايا ساندويش من داكشي، بلاص ما نخلص داك ادانا نافورو. ها هو عندي ما يوكل كاع الحومه. بالصحه والراحه، وان شاء الله تعجبكم. بون ابيتي.